الوضع مو تمام جايز. What is this? Hello guys, welcome back to my channel. اليوم راح اجرب وياكم ميكاب هاكس من تيك توك. اللي عنده تيك توك يعرف انه بنقضي اكثر وقتنا على التيك توك، ودا اشوف كوما ميكاب هاكس فعاجبني كل شوية اجربهم بالمكياج واشوف اذا صدق هذول الهاكس مفيدين للمكياج، يغيرون فتشي بالمكياج لو لا. قبل ما ابلش بالمكياج راح اسوي شيفينج الوجهي وياكم، لان كوما تجيني اسئلة تري شلون تشيلين الشعر اللي على وجهك، فهسه راح اشيله وياكم واشوفكم انا شلون اشيله. طبعا انا مسويت لكم هذا الفيديو قبل، بس هسه راح ارجع اسوي وياكم حتى تتعلمون وياي. اني هذا الموس اللي استخدمه اللي هو موس مال وجه مال تنظيف حواجب، اصور مال حواجب يكون شويه اصغر، بس اني هذا اللي استخدمه. انصح تبدلون الموس كل 3 استعمالات، كل 4 استعمالات تذبوه وتبلشون موس جديد، لان تريدون موس حاد حتى ما تطلع عندكم بامس وحبوب بالوجه. طبعا اني اريد اسوي ليزر، بس اتصور ورا ما تخلص هاي الازمه اللي احنا عايشين بيها اريد اسوي ليزر على وجهي، فمن وقتها الله كريم. anyway، هسه قبل ما استخدم الموس راح ارش عليه الكحول. هنا عندي كحول معقمه، فراح ارش على الموس وانتظره ينشف، وراها نبلش نسوي شيفينج للوجه. انا وجهي نظيف هسه، ماكو عليه ولا شيء. اكو بعض العالم تحب تحط اويل وتسوي شيفينج، انا لا. هسه اشوفكم شلون اشيل الشعر مال وجهي. طبعا تاكدوا انه الشعر كليته بعيد عن وجهكم وتبلشون تشيلون الشعر، والشعر اللي عندي زغب يعني باعه ما تشوفوا، ما حد ما يقدر يشوف الشعر الا اذا تقربون هيك هيك عليه. طبعا اشيل الشعر باتجاه الشعر، ما احاول اشيل الشعر بغير اتجاه حتى ما اكون كلش هارش على السكن. طبعا الخدود انصحكم تنفخوها من توصلون للشوارب او المنطقه اللي فوق الحلق، اتاكدوا ان تروحون عكس الاتجاه لان الشعرايات تكون شويه اثخن. اني من انظف حواجبي دائما احط الموس هيجي وارفع لي فوق حتى ما اخربط واشيل الحواجب مالتي، ممكن تصير you never know. هسه تقريبا شلت كل الشعر مال وجهي، راح اروح اغسل وجهي بمي بارد وارجع لكم. اوكي جايز، خلي نبلش بالتيك توك هاكس. اول شيء عندنا هاي الهاك، هاي الهاك لها علاقه بالفاونديشن والطريقه اللي تحطون بها الفاونديشن، وراح اسوي اكزاكتلي شنو هي تسوي. If you wear makeup, watch. Change your whole routine and try this instead. Moisturize first. Okay, أول شيء moisturizer. حط ماتي الفيس كريم، أنا أستخدم هذا من فيس ريالتي دائما أستخدمه. أنتوا تقدرون تستخدمون شنو المرطب اللي تحطوه على وجهكم قبل المكياج. Okay, حطيت المرطب. Then after moisturizing, take some translucent powder. I usually use the Fit Me one, and I just lightly dab it all over my face. Not too much. اوكي هسه احط ترانسلوسنت باودر، انا راح استخدم هذا من فيت مي ميبلين، احطه على كل وجهي مثل ما هي سوت. وراها شو نسوي؟ Then take some setting spray. Could be any setting spray. I usually use the NYX one. نحط setting spray. انا راح استخدم هذا من مورفي. وراها شو نسوي؟ After the setting spray, take a primer and just put your primer. Also, wait for the setting spray to dry first. Okay, احط primer بس لازم انتظر الفيس سبراي ينشف بعد اني على وجهي. من ينشف احط البرايمر. A few moments later. نشف ماتي setting spray فراح احط primer. اني راح استخدم هذا من Smashbox Photo Finish. حطيت البرايمر على الوجه كله، خلينا نشوف شنو الخطوة الجاية. Then just put on your foundation and just see what happens and how amazing your makeup is gonna look and it's gonna stay on 24/7 and it's not gonna crease. اوكي نحط الفاونديشن بالطريقه اللي دائما احطها، وبيسكلي هاي الطريقه تقول انه الفاونديشن راح يصير كلش حلو ويبقى على وجهكم لمده 24 ساعه. طبعا اني اي كانت اكسبيرمنت، يعني ما اقدر اجرب واشوف اذا الفاونديشن راح يبقى على وجهي 24 ساعه، بس اريد اشوف شكل الفاونديشن راح يفرق لو لا. خليني نجيب مرايه قريبه. طبعا انا دا استخدم هذا الفاونديشن من المكياج ووك اب لايك ذس، اسم الفاونديشن والدرجه مالتي 085. اوكي للي يحب يعرف، حطيت الفاونديشن هنا وراح ابلش احط الفاونديشن بالطريقه العاديه ونشوف اذا اكو فرق لو لا.
مبين انه سموث. اوكي خلصت من الفاونديشن وبصراحه جايز كلش حبيت فينش مال فاونديشن، هيك احسه كلش ناعم مثل الفلفت، يعني لا كلش مات ولا جلوسي، يعني ان بتوين، وصدق كلش حلو، حسيت البشره كلش ناعمه وفلاولس. جربوها وقولوا لي بالتعاليق، واللي يسوي مالت الفاونديشن هيك بهالطريقه من البدايه هم قولوا لي شلون تعلمتوا، لانه بصراحه ذس از سو نايس، عجبتني والله، حياتي ما حاطه فاونديشن بهيش طريقه، بس اي لايك ات. نجرب الهاك نمبر 2. اوكي اول شيء، لا دقيقه، اول شيء احط كونسيلر، صح حطيته هبايه بس اتس اوكي. خلينا نشوف الفيديو كليته. اوكي ده سوي كونتورينج الشفتها. راح اجيب هذا البرونزر هولا، وشي هي حطت هنا وراها حطت على الصفاح، حطت جوها. جايز مو اوريدي عبالك شفتي كبرت؟ That's so weird. اوكي وراها اجيب عودة احطها هيجي ونشوي نرسم الشفة. That's so weird. غريب الموضوع. اوكي نحط حمرة، احط الحمرة هيج، I don't know، ما شوفتني، I guess اشيله. اوكي ونحط حمرة. طبعا انا دا استخدم هذولي من KKW لان already بينون الشفة كبيرة، لان هما nude colors والقلم أغمق من الحمرة، فهذا أوردي يساعد على تكبير الشفة. طبعاً دا أحاول أدمج لون الحمرة ويا قلم التحديد حتى ما يصير فرق كلش هواي بين الاثنين. صراحة هاي التكنيك يفيد الكونتورينج ما شفة الصدق يكبر من الشفة. هاي عندنا اثنين good ones. Yeah. نجرب الثالثة. What is this? No. سويت شويه برونزينج للوجه بسرعه، هسه نبلش كونتورينج للخشم. خلينا نشوف هاي التريك حتى نسوي كونتور للخشم. Easy tips to make your nose look more contoured. Shade the sides of your nose up to your eyebrow. Shade a little circle around the tip of your nose and under it. Add a highlight to the tip of your nose and up here. It'll be different for everyone but this should help, so let me know how it goes. الكونتور مال الخشم شكله سهل. راح اجيب فرشه صغيره نفسها اللي سويت بيها كونتورينج الشفتي، راح اسوي بيها كونتورنج الخشمي. هاي الفرشه دائما استخدمها الكونتور الخشم. قالت جيبوا خط من الحواجب لحد نهايه الخشم. اوكي وسووا دائره هنا. واو خشمي اوريدي بين اصغر، بس انا بصراحه هاي التريك من زمان اسويها، بس ما اسوي دائره، اسوي بس خط، بس اتصور ويا الدائره تبين بلندد اكثر فتبين شكلها احلى. وراح استخدم هذا الهايلايتر، راح احط على التب وراح احط هنا هم. حبيت خشمي صار هالقدوته. مو ياو I got a nose job. عدلت شوية مكياجي وتقريبا هسه راح أبلش بالرموش. عندنا الهاك هاي تخلي الرموش تبين طويلة بدون fake lashes. خلينا نشوف. Okay. طبعا مثل ما شفتوا اول شيء حطت فاونديشن على الرموش مالتها وراها حطت مسكارا. سو راح احط شويه هنا فاونديشن، واني ما عندي فرشه مال رموش فراح استخدم فرشه هيجي عندي دنس وراح احط شويه على رموشي. طبعا هذا في شيء خوف لان بصراحه ابد ما حاطه فاونديشن على رموشي، ما اعرف شنو الوضع راح يكون. اوكي انصبغه weird.
سو هسه حطيت فاونديشن على رموشي، راح احط مسكارا. اني هاي المسكارا اوريدي اعشقها، سو اي دونت نو اكو فرق لو لا. جاي شنو رايكم؟ انا حبيت الفكره بصراحه، احس انه اكو شويه ما ادري ما ادري، يعني احس انه اذا حاطه اي شادو راح اخاف احط فاونديشن ليتخربط الاي شادو، سو ما اعرف اذا حبيت هاي الفكره كلش هوايه، وخاصه انه احط فاونديشن على رموشي ما ادري، يعني اتس نوت وورث ات، بس جربوها وشوفوا. انا بصراحه اشوف انه مسكارا زينه ممكن تسوي الشغل. شايفين المسكارات اللي يكون بيها جهه ابيض وجهه اسود؟ احس هاي هي نفس الشيء، يعني حطيت هسه فاونديشن وفوقها حطيت مسكارا، احس اتس ذا سيم كونسبت. عندي تيك توك ثاني هم للرموش يبين الرموش بعد شويه اطول، خلينا نشوف ايش راح تسوي. اوكي هسه حطينا احنا المسكارا. اوكي say no more. عندي السشوار هنا احط على الهواء البارد واحطه على رموشي. This is scary. ترى هاي السالفه تخوف. اوكي احطه على البارد واحطه على رموشي. قمت ابكي جايز، نو دونت دو ذس ات هوم. قمت ابكي من الهواء، مدى احس والله. تعالوا نعدل. طبعا احس انه الرموش صدق انرفعت، بس يعني اي دونت ريكومند ات، لان راح تبلشون تبكون ويخرب مكياجكم يمكن، بس تقدرون ترفعوها باصبعكم ممكن، يعني انا دائما هيك اسوي، يعني احط مسكارا وراها ارفع الرموش باصبعي واحس ات داز ذا سيم ثينج. تقريبا خلصنا من التريكس مال المكياج، بس راح اشوف لكم تريك اخيره. هاي التريك تخلي بيسكلي وجهكم يكون مسحوب اكثر، شلون هيجي يكون مسحوب بهوايه اكثر، فخلينا نشوف. Hi guys, I'm going to show you an at-home facelift hack without needing makeup or a bunch of money for surgery. All you'll need is a clear rubber band. So here we go. Take the two pieces near your temples and separate them from the rest of the hair. It's important that they're near your temples so it really snatches the face. You see that? Okay. Gigi Hadid. Create a mini ponytail in the back. Warning, I only do this for photos because I will get a headache at the end of the day. And when we can get out of quarantine, I'd probably do it for events as well. But here is the final result. I hope you guys enjoyed this hack. Okay. So, خلينا نجرب ونشوف. So, هاي التريك basically تسحب العين هيجي. خلي أقسم شعري. وأشيل هذول الشعرايات. هاي ما أدري إذا شعري رح يصير له لا، شعري قصير. That's not fair. والله مو عادل هيج. أوكي لا لا يوصل. هاي الشعر منه وهذولي بس من يم التمبلز. أوكي ورح نو 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 وراح اربطهم بهذا الجيتر الصغيروني. واو صدق انجرت هاي المنطقة، وقالت افتحوا الشعر، وطبعا هيك تصير هاي من ورا هيك ما تقدرون تشوفوها، وهيك صارت من قدام، وصدق صدق بينت العين مسحوبة. انا كلش حبيت هاي الفيكة. طبعا اتصور هاي الحركه ما ترهم الا اذا تفتحون الشعر اكيد حتى تغطون عن هاي المنطقه المشدوده باعوا، يعني سهاي كليتها مشدوده. وذاتس ات جايز، مثل ما شفتوا جربت التريكس كليتها وياكم، كلهم التريكس حبيتهم ما عدا التريكات الاثنين اللي جربتهم على الرموش، بصراحه مو كل شوي حبيتهم، لان فاونديشن على الرموش ما انصح به، يعني ممكن عالم تصير عندهم حساسيه، ممكن عالم تصير عندهم باجز منها فما انصح به، واستشوار على العين مثل ما شفتوا خلى الدموع تنزل، فممكن عالم تتحسس من الهواء يخرب المكياج كليته، سو لا تجربون هذولي، بس الباقيات انصح بهم 100%. اذا حبيتوا هذا الفيديو وتونستوا وياي لا تنسون تسوون thumbs up، واللي بعده ما مشترك بالقناة
لا تنسون تسوون سبسكرايب واني احبكم كلش هوايه واشوفكم على المره الجايه. باي. كلش حبيت باهو سحبه الان. واو.